دعاء في المنطقة. خمس صواريخ فقعن أربعة نزلوا نص المخيم، وهي زي ما أنت شايف المخيم دور متهالكة يا عم. هذا دور متهالكة، دور هذه كلها متهالكة، دور اللي خبطوها بطون. وحسبي الله ونعم الوكيل في اليهود ومن ولاهم. طلعنا الشهداء شقف يا عالم، الأخ زياد المدلل الشهيد، الشهداء شقف يعني. بنقول كمان مرة حسبي الله ونعم الوكيل اليهود ومن ولا. عملنا هذه متعودين على الحاجة هذه اليوم، عمرنا 20 سنة ومتعودين على الحاجة هذه الحمد لله. الشعوب تقف معنا ومع أهل غزة وإحنا صامدين، وين ما في صواريخ بنجري، بنهابش من الصواريخ، بنهابش من الموت. إحنا صامدين، شعب غزة صامد، لا نتنياهو ولا ترامب.